فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الدليل على تحريم العادة السرية؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. لم يبح استعمال الشهوة إلا في الزوجة أو ملك اليمين، فالعادة السرية ليست زوجة وليست ملك يمين، فهي باقية على التحريم. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.